السلام عليكم اخواني، كديرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم معي في قناة جوري الصغيرة. كنتمنى منكم انكم تفاعلوا معنا وتابونوا معنا وتقطعوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم فيديو جديد، معلومة جديدة ان شاء الله. اليوم نهضروا على واحد الدواء. هذا الدواء هذا الاسم التجاري ديالو هو كالماغرا. هذا الكالماغرا هذا كيحتوي على مادة ديال السيندينافيل كعنصر نشاط، وكينتمي الى الفئات المتطبطه. كيف كتعرفوا ان هذا الدواء هذا سريع المفعول، كيستخدم بشكل شائع، ولكن هذه الاستخدامات ديال الدواء كالماغرا ما نهضروا عليها. كيف كتعرفوا ان الدواء الاستعمال ديال كالماغرا كيتوفر هذا الدواء هذا ديال كالماغرا يعني في بعض الفارماسيات، يعني في بعض الصيدليات بوصفه طبيه، بالاضافه الى الامكانيه الشراء ديالو بدون وصفه من الصيدليات. يعني كيعمل لنا على زياده ديال تدفق الدم، وكيتم الاستخدام ديالو يعني هذا الكالماغرا في الحالات الاتيه. كيف تعرفوا ان هذا الكالماغرا هو علاج للضعف ديال الانتصاب؟ فهو احد الادويه اللي كتعالج لنا الضعف ديال الانتصاب، حيث انه كيعمل على زياده ديال تدفق الدم الى القضيب، مما كيؤدي الى انتصاب جيد. وكما يعد ان هذا الدواء هذا عنده دفع عاليه في العلاج ديال الحالات ديال قله الرغبه الجنسيه او القذف المبكر او عدم القدره على الوصول للنشوه الجنسيه. كيف كتعرفوا ايضا انه كيعالج لنا ارتفاع الضغط الدم الرئوي، اللي هو ارتفاع الضغط الدم في الاوعيه الدمويه اللي كتقدر تغذي لنا الرئتين، حيث انه كيعمل هذا الدواء هذا ديال الكالماغرا على ارخاء العضلات، مما يتسبب بتوسيع الاوعيه الدمويه في الرئتين، وكيؤدي الى ذلك الى خفض الدم ديال الضغط الدم الرئوي. كيف كتعرفوا ان طريقه الاستعمال ديالو كتعتمد الجرعه وطريقه الاستعمال على عده عوامل، مثل العمر او الحاله اللي كيتم العلاج ديالها، واللي كيتوفر عليها كالماغرا على شكل اقراص يعني كتخاد عن طريق يعني الفم، وبالتركيزة ديال 50 ملغ. عاده ما كتكون جرعه هي يعني 50 ملغ، كتخاد قبل يعني قبل بساعه من النشاط الجنسي، ويمكن لنا أننا نتناولها قبل 30 دقيقة إلى 4 ساعات يعني من النشاط الجنسي، مع التأكد أنها لك يعني لا يعني ما كتجاوز الجرعة اليومية هو 100 ملغ. يعني يمكن لك أنك تاخذ 50 ملغ هي اللي تقدر تخدم بها، وكتجدر الإشارة إلى أنك لقدرتي تستشر مع الطبيب ديالك بشأن أخذ جرعة مناسبة في هذه الحالة هذه. كيف كتعرفوا اي دواء ديال ضعف انتصاب مثل السيندينافيل او التدافيل لابد كتكون عندهم اعراض جانبيه، فلهذا غنقولوا الاعراض الجانبيه ديال هذا الكالماغرا. الاثار الجانبيه ديالها شائعه، يعني كتشمل على ما يلي. هو يعني بواحد الشعور باهت، وكتكون واحد السخانه يعني سخونيه في الوجه ديالنا، او شي صداع او دوخه، او لا شي حرقه في المعده او غثيان، او اضطرابات في المعده، او مشاكل في النوم مثل الارهاق، او الام العضلات، او الام الظهر، او انسداد الانف، او السيلان، ولا كان شي نزيف في الانف، ولا شي حدوث مشاكل في الرؤيه مثل عدم وضوح الرؤيه امام الرؤيه، او المعاناه من تغيير في الرؤيه يعني مثل الالوان. الاثار الجانبيه الخطيره الشديده ديالو هي اللي يجب طلب المساعده من الطبيب اذا ظهرت عليك هاد يعني لدى المرضى اللي كتاثر عليهم. يعني الاثار الجانبيه الاتيه، اذا كانوا كتجيك الاعراض الجانبيه هذه بحال مثلا فقدان الرؤيه المفاجئ، او تغير في الرؤيه، او اضطرابات في نبضات القلب، او ضيق تنفس، او انتفاخ يعني الاطراف، او رنين في الاذنين، او فقدان السمع المفاجئ، او الم الانتصاب يعني او الاستمرار يعني الانتصاب او الاستمرار ديالو اللي كتفوت يعني الاربعه السوايع، او نوبات او تشنجات، او شعور يعني في الخفقان في الراس يعني كانه في حاله الاغماء، او ظهور علامات ردات تحسسي تجاه السيندينافيل مثل القشعريره، او الصعوبه في التنفس مثل انتفاخ للوجه او الشفتين او اللسان. الاعراض ايضا كاين اعراض النوبات القلبيه مثل الالم في الصدر، او الضغط يعني في الصدر او في الضغط، فلهذا كيكون واحد الانتشار الى الفك او الكتف او الغثيان او التعرق. كيف كتعرفوا ان هاد الموانع ديال هاد الاستعمال ديال الكالماغرا ما كتسمحش بها يعني الناس اللي كتكون عنده يعني شي واحد تكون عنده حساسيه، يعني وجود حساسيه تجاه المكونات ديال هاد الدواء هذا، او اصابه او تشوه عفوا او اصابات او تشوه في القضيب، او الاصابه بامراض الكلى او الكبد، او وجود مشاكل في القلب مثل النوبات القلبيه او السكتة الدماغيه،
او اضطرابات ديال نبضات القلب او القصور القلب او انسداد رئوي يعني الوريد الرئوي او مشاكل في العين او قرحة يعني ديال المعدة او وجود نزيف في المعدة. بالنسبة للاشخاص بالعمر ديال الاقل من 18 يعني الناس اللي عندهم 18 سنة وما فوقهم اللي يمكن لهم يستعملوها، اما 18 سنة وما تحت ما يمكنش لهم انهم يستعملوا هاد الكالماغرا. هاد الكالماغرا بالفعل هي فعالة، كتعطيك واحد الانتصاب فعال زوين، يمكن لك انك تعطيك واحد النشوة جنسية جميلة جدا وانتصاب يعني في المستوى. كالماغرا راه زوينة وفعالة، ولكن بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال الطونسيو ديال القلب فما يمكنش لهم انهم يستعملوها، يحاولوا انهم يتجنبوها من غير الا كان بالاستشارة ديال الطبيب ديالهم، ويمكن لهم انهم يستعملوها. كيف كتعرفوا ان هاد كالماغرا موجودة في الصيدليات؟ كيف كتشاهدوا امامكم كاين عندنا العلبة ديال 50 مليغرام، فيها حبة واحدة كدير 25 درهم و20. وبالنسبة لكالماغرا ديال 50 مليغرام ديال جوج حبات كدير 44 درهم و20. وبالنسبة لكالماغرا ديال 50 مليغرام ديال 4 الحبات كدير 78 درهم فاصلة 10، موجودة في جميع الصيدليات، يمكن لكم انكم تستعملوها. يعني بالنسبة للناس كنقول استعمال، بالنسبة للناس اللي ما كيعانيو حتى شي حاجة، صحتهم مزيانين صحاح، لأول مرة بغى يستعمل هذا الكالماغرا هذه وجربها وخاف منها، يحاول انه ياخذ غير الربع ديالها، غتقضي ليه الغرض. يعني الا خديتي غير الربع ديالها راه تقدر تعطيك واحد الانتصاب خيالي، غير الربع ديالها كنتي يعني اول مره غتستعملها، حاول انك تاخذ ربع ولا نص، النص ديالها غادي تعطيك مفعول ما فيه الكفايه، وغتشوفوا يعني طريقه الاستعمال ديالها هي فعاله وزوينه. يعني انا كنصح الناس اللي عندهم مشكل ديال ضعف ديال الانتصاب انهم يستعملوها، ولكن الناس اللي عندهم مشكل ديال القلب او يعني طونسيو فهادو الا يعني ياخذوا شي حاجه ياخذوها بالاستشاره ديال الطبيب ديالهم. المهم انا جيت نقول لكم على هاد الكالماغرا. المهم هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم ونال اعجاب الجميع، وكنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابوناو معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم جديد ديالنا، والى فيديو اخر ان شاء الله، وتبارك الله عليكم وشكرا.